هوم عايز ربيع. مفيش ربيع هنا. انت حكومة؟ لا يا عم انا مش حكومة. يا عم مش عايز اعمل امانات. انا جاي بدور على اخويا، انا مش حكومة. بطاطك فين؟ بطاطي. اتفضل. ربيع علي، اللي جابك هنا؟ قوم يا ربيع قوم. ما تيجي تقعد انت. ما تكترش يا ربيع قوم. امسك نفسك. انا تمام على فكره. خلاص طيب. ناوي تعمل فينا ايه؟ في ايه ياما بس؟ في واحد جه هنا يدور عليك في البيت. اخوك بيقول ان اسمه بيسا. بيسا؟ الله يخرب بيتك يا صبحي. وبيقول لو ما رجعتلوش الحاجة اللي خدتها منه هيأذي امك واخواتك. حاجة ايه يا عم؟ ملوش حاجة عندي. وليه عندي مصلحة اقضيها له خلاص. طب ما تديله المصلحة وتخلصنا من القرف ده. طيب ماشي هقضيله مصلحته. متقلقيش ياما. لا هيأذيك ولا هيأذي اخواتي. ما هيوصل لك زي ما اخوك وصل لك. انت تروح تقعد عند اخوك يومين لغايه ما تتصرف. يقعد فين؟ يومين بس كده لغايه ما يشوف هيعمل ايه. لا يا اما انا مش هقعد عند حد. انا عارف انا هعمل ايه. يا ابني اسمع الكلام، روح اقعد عند اخوك يومين لغايه ما تتصرف. يو يا اما قلت لك انا عارف انا هعمل ايه. هتصرف. حول الله يا رب. سلام. بيشوف المقرف ده هيتصرف ازاي. نهدى. بروفا زي التصوير بالظبط. ستاند باي بروفا. اكشن. ستوب. معلش ثواني عندي حاجه. في ايه؟ علي اللمبه دي يا استاذ هاني. هو حضرتك ما تعرفش ان المخرج بس اللي بيقول ستوب؟ الصوره عندي فيها مشكله وبعدين دي بروفا. ما حدش غيري بيقول ستوب. ماشي من عينيا الاثنين. مش هعمل بروفا تاني. يلا شوفوا لنا استاذ معز. ستاند باي يا محمد. ممكن المونيتور والسماعة. السلام عليكم. الأخبار عامل إيه؟ كله تمام. مش كان لازم أتكلفت علشان ما أعكسه في الإزاز اللي ورا ده؟ أيوه. جاهز؟ بسم الله. أه. إيه نور؟ واحد 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 أول مرة. And action. في حاجة حصلت في البشرية غلط. في حاجة باظت وحاجة كبيرة قوي، وترتب عليها قدر من القتل والحروب وعدم بقى التسامح. هنقول الشيء وضده وعدم التعارف. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قدر كبير جدا جدا وعمال يزداد. وزي ما انت بتقول من شوية، احنا واحنا بنصور قائمة حروب برضو جديدة. كل شوية نسمع عن حرب جديدة وعن مشكلة جديدة وعن حرب أهلية داخلية جديدة وحرب ما بين شعوب جديدة. مفسرين بيقولوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لا لتباغضوا. مش عشان تكرهوا بعض، عشان تعرفوا بعض. وسئل أحد العلماء المعاصرين مرة ليه لتعارفوا؟ يعني ممكن تبقى لو مش لتباغضوا عكسها زي ما بعض المفسرين قالوا يبقى تبقى لتحابوا لتوادوا، يبقى في محبة يبقى في. فرد رد خطير. قال المعرفة من الإنسان للآخر هي الشيء الوحيد اللي لو حصلت لا يمكن إنها تنكر. خلاص مش هتعرف ما تعرفوش. يعني أنت عرفت حد حتى لو كرهته ومشيت وسبته، ممكن كنت بتحبه ممكن تكرهه، فالمحبة راحت بقى مكانها بغضاء وكراهية. لكن المعرفة ما راحتش. أنت عارف هو مين كويس. المعرفة مهمة جدا جدا، لأن هي اللي بتخليك تشوف الحاجة على حقيقتها وتشوف الإنسان على حقيقته. الجهل ظلمات. المعرفة عكسها الجهل. أنا أعرف الشيء أو أجهل الشيء.
أعرف الإنسان أو أجهل ذلك الإنسان. المعرفة هي الحقيقة، أن أرى الشيء على حقيقته. الجهل هنا الوهم، إن أنا أبقى فاكر نفسي عارفه بس أنا معرفوش كويس، أنا فاهمه غلط، أنا شايفه شيطان، هو مش شيطان بس أنا شايفه شيطان وممكن أقتله لأني شايفه شيطان. عدم المعرفة أمر خطير، عشان كده الآية الكريمة خلت المقصد نفسه لتعارف، اعرفوا بعض، اعرفوا أن أنتوا ليكم أصل واحد، أنتم جنس واحد. أقدر أستحمل الحبسة وإني ما أروحش الشغل عادي، لكن حنين ذنبها إيه؟ البنت نفسها مسدودة والتلفزيون مش طايقاه، حتى المدرسة اللي ما كانتش طايقة تروحها دلوقتي بتتمنى ترجع لها. أنا محطوطين في وضع غصب عننا مش بمزاجنا، واللي بعمله دلوقتي ده عشان خايف عليكم، عشان نعدي المرحلة دي على خير. عندك ضباط كتير قوي صحابك عايشين حياة طبيعية، مش عاملين في مراتهم وولادهم اللي أنت عامله فينا. لو واحد منهم مراته أو ابنه جرى له حاجة هيتمنى الزمن يرجع بيه ورا عشان يقعدهم في البيت ويحبسهم بس يحافظ عليهم، بس الزمن ما بيرجعش، وساعتها هيندموا ألف مرة هما فكروه ازاي. مش عايز أتكلم في الموضوع ده تاني، فاهمة؟ حد يا ابني يرفض بنت الدكتور هشام عبد الجواد؟ أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده يا ابني، دي أصلي في التنظيم من ساعة لما اتولدت. أنا خلاص قفلت من القصة دي كلها، وبعدين الكلام ده كله وأنا لسه ما شفتهاش، افرض شفتها وما عجبتنيش. هتعجبك. وبعدين دي اللي تستحملك لو زنقوا عليك في الشغل ولا لو اعتقلت. وأنت مش كنت معايا لما أبوها تقريباً رفضني وقال لي إن هو عايز يتجوزها لواحد زيك؟ يا ابني ده بيسخنك عشان خاطر يتأكد إن أنت مش هتخرج من الجماعة. وبعدين صحيح هو هيلاقي واحد زيي فين؟ تفتكر رأيه فيك هيبقى إيه لما يعرف اللي أنت بتعمله في المسيريات بتاعتنا؟ ما أكيد عارف. إزاي؟ أنا سلم. عمرك شفتني مسكت سلاح؟ والطوب والمولوتوف؟ ما هم بيضربونا برصاص. يعني هما لما يترموا بالمولوتوف يتهلك هيردوا بيه؟ بقول لك ايه؟ انا ما شفتش حد مكمل في السلميه زينا. هو ده اللي انا بقوله، لما حد فينا بيعدي الخط ده كلنا بنلبس تهمه عنف. انا مكمل في السلميه بس عشان عارف ان احنا لو مسكنا سلاح واحنا الاضعف هنخسر. ازاي يا ابني؟ هي السلميه دي وسيله نستخدمها عشان نكسب بس، ولو هنخسر نسيبها؟ ده مبدا المفروض انا وانت نعرف الناس التانيين ان ده غلط. ايه المثاليه الجميله اللي انت فيها دي؟ حاول كده اقول الكلام الجميل ده لواحد اخوه مات ولا ابوه اعتقل. اكيد صعب جدا بس في الاخر خالص هو ده الصح. المهم خلينا نرجع للشغل. احنا عايزين جرد بكل اسماء الناس اللي اعتقلوا من المكتب عندنا، وجهاد ياخد الشهريات بقى يوصلها لاهليهم. شهريات ايه؟ بص قدامك تقريبا نص اللي بيدفعوا شهريات المعتقلين. اوبا اتهدوا بقى يا ابني انت وهو شويه، اتهدوا بقى يا ابني. انت اللي تهد ولا خش نام ولا ذاكر، مش عندك جامعه الصبح؟ هو بقى في جامعه من عمايلكو؟ ما خلاص بح، اتهدوا بقى وكنوا شويه على جنب وكفايه مظاهرات. هو الواد ده مش كان ثوراجي؟ رحتوا فين بتوع الثوره؟ ثوره مين يا ابو ثوره؟ هو عاد في ثوره بعد اللي انتوا عملتوه؟ ما انتوا خلصتوا على الثوره خلاص. بسم الله ما شاء الله، من يوم ما حبيتوا تعملوا فيها ثوريين وغرقتونا كلنا. الشاي يا ولاد. تسلم يا حاج. ايه الفلوس اللي قدامك دي يا ابني؟ دي تمويل خارجي. لا بجد؟ لا احنا بنجمع عشان بس نساعد اهل المعتقلين. ما تخافيش يا ماما. ما خافش ازاي يا ابني، مش كفاياكوا بقى؟ انت بتكلمي مين يا ماما؟ انت مش شايفه المناظر عامله ازاي؟ دول معمول لهم غسيل مخ. طب يا عم انت ما بتحبناش، بتحب مين بقى؟ انا والحمد لله ملحد. استغفر الله العظيم. استنى بس يا ماما، انا ملحد سياسيا. سياسيا يا ابني كفاياكوا بقى، زهقتونا. نبيل، امال فين حسين والباقيين؟ اتقبض عليهم. تعالى. اتقبض عليهم ازاي؟ مصطفى قاعد حد مكانك وتعالى عايزك. ماشي يا ريس. تعالى بقى. شريف، انا شايف انه الاستاذ معز يقعد الناحيه الثانيه بحس الصوره يبقى فيها دبس شويه. قعدوا الناحيه الثانيه بس في النص الثاني من الحلقات مش دلوقتي. يعني هنصور النص الاول بطريقه والنص الثاني بطريقه ثانيه؟ دي فيها حاجه غريبه؟ لا مفيش غريب ولا حاجه، بس اول مره في الدنيا اشوف كده في برنامج بصراحه. لا ما هو ده فكر جديد. انت بس فكرك قديم شويه فهتلاقيها مش راكبه معاك.
دي اسمها الخبرة اللي هي عكس المراهقة. والله هي غلطة الإنتاج بقى إن هما جايبين مخرج مراهق زي مع مدير تصوير خبرة كده زي حضرتك. مفيش مشكلة، هي أول مرة واحد بيخرج بتبقى كده. بقول لك اتكلم عدل. إيه يا جماعة؟ ما هي غلطتي من الأول إني قبلت أشتغل مع ناس ما اخترتهمش. إحنا فيها نمشي لو مش عاجبينك يا أستاذ شريف. بس يا مصطفى ما بيكلمكش أنت يا مصطفى. والله الأستاذ لو مش عاجبه المخرج يجي يتفضل يخرج هو. نستهدى بالله يا جماعة ونكمل شغل، وبلاش قفش على هيافات يا عم هاني. أنا شغال على فكرة، مفيش أي مشكلة. ماشي، عاوزين نخلص من المشروع ده على خير. يا أستاذ عادل اللوكيشن ده فيه مخرج ولا مفهوش؟ فيه يا أستاذ شريف طبعًا. قول له. هو أنت جديد يا عم هاني؟ جرى إيه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام يا أستاذ معز. الله وبركاته. يلا يا جماعة، يلا نشتغل. ستاند باي. دور. اتنين أول مرة. أند أكشن. البشرية نوع واحد. جنس واحد ماشي ليل نهار يقتل في بعضه. شيء خطير بيحصل، انحراف داخلي، فقدان للبوصله. الانر كومباس ده، البوصله الداخليه اللي بتبقى جوه الانسان بتبوظ. اول ما بتبوظ حاجه معينه بتحصل اللي هي عدم التعارف، اللي هي الجهل، فيتولد عنه العنف على طول. كلمه الجهل نفسها من معانيها في اللغه العربيه الفصحى ان يجهل الانسان على حد، يعني انه يعاديه بالعنف. الشيطان عايزنا نعيش الانفصال التام عن الآخر، الانقطاع التام، إني أشوف أخويا في الإنسانية من أي بلد، من أي شعب، من أي قبيلة، وما أشوفش بيني وبينه أي عنصر مشترك. أبص عليه أبقى منفصل عنه، منقطع عنه تماما. أول ما يحصل عملية فقدان الإحساس وفقدان الصلة مع الآخر اللي هو من بني الإنسان، من بني جنسي ونوعي، سهل جدا ان احنا نقتل بعض. فاول نقطه لازم نتاملها، القتل كتير قوي في الزمن ده، الحروب زايده قوي، يبقى احنا مش فاكرين ان احنا من اصل واحد. ما عرفناش الاخر، ما تعرفناش، ما حصلش لي تعارف، بعدنا عن بعض. والمفارقه العجيبه انه الوسائل الاتصالات والمواصلات عماله تتحسن، مما يعني اللي احنا بقينا فيه طبعا ده اللي هو اجدادنا ما كانوش يتخيلوه. انت تبعت رساله دلوقتي حالا توصل امريكا، تبعت من امريكا استراليا في ثواني الرساله بتوصل. ده شيء ما كانش طبيعي. الناس كانوا يعيشوا ويموتوا، شعب من الشعوب في قاره من القارات ما يعرفش انه في قاره تانية اصلا ولا شعب اخر. لكن ربك بيقول لك لانه مطلع على كل شيء، ده جاي وانتوا شعوب مختلفه في قارات مختلفه، بس هيجي مرحله اتعرفوا على بعض. خلقتكم بطريقه لازم تؤدي بيكم في الاخر بالعقل اللي اديتهولكم ده، هتصنعوا وهتعملوا وهتتصرفوا وهتقلدوا الكون والطبيعه وتشوفوا طير فتعملوا طياره انا مديكم كل حاجه. بس لما توصلوا للدرجه التكنولوجيه العاليه دي ما تنسوش تعرفوا بعض. ما تنسوش تتحققوا باللي انا خليتكم مختلفين من اجله. واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين. او ده العلم. العالم بجد اللي عايز يعرف فيتعرف على الآخر. كان بيقول مارك نوفلر أغنية أجنبية بس مشهورة قوي أثرت فيا جدا وأنا صغير. كان بيقول There are so many different worlds. كم من عالم موجود حوالينا. So many different suns. كم من شمس موجودة في الكون. And we have just one world. وإحنا البشر يعني عندنا عالم واحد. Yet we live in different ones. بس كل واحد مننا عايش في عالم لوحده.